السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا معاكم دكتورة زينب صبري أبو زينة، مدرس الأطفال والأمراض الوراثية والغدد الصماء، كلية الطب جامعة المنوفية. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ النهاردة نشرح موضوع مهم جدا، وهو موضوع البيوبرتي. إزاي بتحصل البيوبرتي؟ الفسيولوجي بتاعت البيوبرتي بتحصل إزاي؟ إيه المشاكل بتاعت البيوبرتي؟ طبيعي إن إيه اللي يحصل؟ وإيه السبب إنها ليها إيدج معين أو تايمينج معين تحصل فيه؟ إيه، طب لو اتأخرت عن التايم ده، طب لو حصلت في الطبيعي انها تحصل امتى؟ إيه حصلت بدري او البيوبرتي او ديلي البيوبرتي، ايه المشاكل اللي ممكن نواجهها يعني؟ فهنبدأ دلوقتي اول حاجة معانا، هنبدأ نتكلم على البيوبرتي. البيوبرتي ما هي الا ترانزيشنال ستيج، مرحلة انتقالية ما بين ان ده التشايلد هود، فترة الطفولة، والادلت هود اللي هي مرحلة النضج والبلوغ، اللي فيها بيبدأ الطفل نفسه بدأ يبقى مكيف كفيزيكالي، ماشي، كهرمونال سيكشوال، عشان يقدر يحصل له ريبرودكشن بعد كده ويبقى ايبل تو فيرتلايز and reproductive and يحصل complete reproduction. تبدأ تظهر في الفترة دي secondary sexual character، تبقى موجودة الفيرتيليتي بقى تبدأ تحصل. بعد كده في نفس الوقت بيحصل معانا كمان السكيليتال جروث اللي هنلاقيه موجود، واللي يحصل اللي احنا بنسميها الجروث سبيرت بعد كده. طيب تايمينج، النورمال تايمينج للبيوبرتي، طبيعي ان يحصل البيوبرتي امتى، متوقع ان يحصل امتى. دايما خدوا بالكم نقطه مهمه جدا، ماشي، ان البيوبرتي مرتبطه مش بالايدج بتاع الطفل قد ما مرتبطه بالبون ايدج، ماشي، البون ايدج او السكيليتال ايدج، نوت ذا كرونولوجيكال ايدج بتاع الطفل. يعني ممكن يبقى الطفل عنده 12 سنه، لكن البون ايدجنج بتاعه، عمر العظم بتاعه ما هو الا 6 او 7 سنين، ماشي. وبالتالي الطفل ده يبقى البيوبرتي مرتبطه اكتر بالبون ايدج والسكيليتال ايج. وبالتالي لما يوصل البون ايجنج بتاعي في البنات عند 11 سنه تقريبا، وفي البويز عند 12 سنه، هو ده الموست ايه كومن او تايم ان يحصل فيه البيوبرتي، اللي هو الايج 11 سنه في الجيرلز اند 12 ان بويز. خلاص، بس ده باعتبار ان انا بتكلم على بون ايجنج، انا مش بتكلم على الكرونولوجيكال ايج. طيب ايه بقى اللي ممكن ياثر لي على البون ايج ده؟ كتير، حاجات كتير قوي قوي مش تاثر على البون ايج، حاجات كتير قوي تاثر على البيوبرتي وعلى الحدوث الطبيعي للبيوبرتي. عندك رقم واحد، ايه، في جينيتك اند كونستيتيوشنال ديلي. طبيعي ان ممكن في بعض الاطفال يحصل عندهم ديلي للبيوبرتي، دي بتكون ايه، حاجه اسمها كونستيتيوشنال ديلي. خلاص، ده معروف ان الاسره دي، ودي كومن بنشوفها في البويز اكتر من الجيرلز، ان معروف ان الاسره دي الاب يقول لك انا واخواتي مثلا بنتاخر في البلوغ، نوصل لحد 16 17 سنه قبل ما تظهر علينا السكندري سيكشوال كاركتر ويحصل كومبليت للبيوبرتي بتاعنا، ماشي. فدي حاجه ايه، تبقى معروفه انها جينيتك وفاميليال. دايما تلاقينا قصيرين، كل الكونستيتيوشنال ديلي بتاع البيوبرتي بنلاقيهم دايما ايه، شورت شويه، البون ايدج بتاعه ديلايد، ماشي، وتلاقيه شورت ستيتشر. لكن يجي وقت البيوبرتي ويحصل حاجه اسمها جروس سبيرت، فجاه تلاقي بدا الطفل ده يحصل له طفره بلوغ، بنسميها طفره البلوغ، الطفل يطول قوي ويظهر عليها علامات البيوبرتي لوحده، لكنها بتبقى ديلايد شويه، وبنلاقي فيها بوزيتيف فاميلي هيستوري، ان كذا حد في الاسره قال لنا ان هم نفس القصه بالظبط. دي حاجه اسمها جينيتيك كونستيتيوشنال ديلي. ممكن سايكولوجيكال افكت، تخيل ان اسره فيها ديبريشن، اسره عندهم الاطفال فيهم عندهم مشكله او عنده سايكولوجيكال اليمنت، الاطفال اللي هم مثلا وليكن عندهم كرونيك إلنس زي كرونيك رينال فيليور مثلا، ده اصلا البون ايجن بتاعهم بيبقى ديلايد، ماشي، وسبسيكونتلي بيبقى كل البيوبرتي وكل الاعراض بتاعتهم ديلايد. وبالتالي انا عندي سايكولوجيكال افكت، الكونستيتيوشنال ديلاي اللي هو الجينيتك، كل ده بيأثر على التايم بتاع البيوبرتي. طيب دلوقتي عشان نفهم القصه، ليه بيحصل بيوبرتي، وسبحان الله ليه في الوقت ده بالذات اللي هيحصل فيه البيوبرتي، فلازم ناخد بالنا من الفسيولوجي بتاع البيوبرتي حصلت ازاي، ماشي. الفسيولوجي بتاعت البيوبرتي بتحصل ازاي بقى؟ شوفوا بقى ان انا دلوقتي بالنسبه لي ما بين بدايه التشايلد هود، ماشي، اللي هي عند حوالي يعني نهايه التشايلد، خلاص انت قربت من فتره اللي دخلت مارك قرب البيوبرتي بقى، خلاص ده طفل اللي هو تودلر، ماشي، من 8 ل 9 سنين تقريبا، اللي هي البري بيوبرتال ستيج. طول الفتره دي وطول ما انت تشايلد هود، طول ما انا عندي الاكسس اللي بيطلع الهرمونز اللي عشان تشتغل فيها الجونادز وكل ده، الاكسس ده دورمنت تماما وخامل تماما وهو مش شغال، اللي بدايته بتكون من عند الهايبوثالاموس،
ثم البيتيوتري جلاند ثم الجونادل. لذلك دايما اقول ان هو هايبوثالاميك بيتيوتري جونادل اكسس. الاكسس ده اللي بيشغل لي الهرمونات وبيبدا هو الشراره الاولانيه بتاعه البيوبرتي، ده دايما دورمنت، ماشي، ما بيطلعش اي حاجه خالص في الفتره بتاعه التشايلد هود والفتره اللي هي بتاعه لحد الايدج اللي هو 8 9 سنين. اوكي تمام. طيب ايه اللي يحصل بقى يا دكاتره؟ سبحان الله، نيجي من قبل البيوبرتي في حدود سنه لثلاث سنين، اللي هي السنه من سنه لثلاث سنين قبل ستارتنج الايه الساينز بتاعت البيوبرتي، ونلاقي ان بدا بقى يظهر بدايه هرمونات تبدا تتكون في الجسم وتبدا تظهر في الجسم. بدايتها بتكون مين؟ بيكون ال LH هرمون. ال LH هرمون يبدا ال LH هرمون اليوتينايزنج هرمون، الاقي ان ليفلز منه بدات تزيد شويه خالص، تبقى موجوده بنسبه بسيطه، ماشي. امال قبل كده ما كانتش بتبقى موجوده؟ قبل كده لو احنا كنا طفل حتى لسه صغير وبعتناه في معمل اقول له شوف قيس لي نسبه ال LH عنده في التشايلد هود، هقول لك ان هي اندتكتبل، انا مش عارف اجيبها، مش عارفها، خلاص. طيب يبقى انا دلوقتي بالنسبه لي هيقول لك في النسبه اللي هي في فتره التشايلد هود والبري بيوبرتال ستيج، ده ال LH هرمون اللي هو البدايه، اول هرمون بيتفرز في فتره البيوبرتي، هيقول لك ان ال LH هرمون ده اليوتينايزنج هرمون والسكس هرمون اندتكتبل اصلا في الفتره دي. طيب شوفوا الاكسس ده فين بقى؟ الاكسس ده عباره عن ان الهايبوثالاموس بتيجي بيطلع، الهايبوثالاموس بيطلع جوناتوتروبين ريليزنج هرمون، ماشي، تطلع على البيتيوتري الانتيريور بيتيوتري، تطلع لي من الجوناتوتروبين ريليزنج هرمون دي تطلع لي الاف اس اتش والال اتش. اول واحد بيطلع هو الال اتش الاول، الال اتش لما يطلع يروح للتستيس ويروح لمين؟ اللي هي الجونادز وللاوفرز، يروح للتستيس ويبدا يعمل فيها ايه؟ يخلي السايز بتاعها يبدا يزيد وتكبر، ولو سمحتي ابداي ايه افرزي معانا تستوستيرون. الاوفرز نفس الكلام، يبدا يحصل له انلارج شويه اللي هي الفوليكلز تبدا تزيد، وابداي طلعي لي الايه الاستروجين والاستروجين في الاول، لسه بقى البروجستيرون عشان يطلع يبعث، عايزه السايكلينج بقى، يبقى الهرمونز تبدا تطلع بقوه وبنسبه اعلى من النسبه البسيطه ابدي. انا دلوقتي بتكلم في الفرحه في المرحله ان انا لسه حتى الان في مرحله تشايلد هود، انا في مرحله ان الاكسس ستيل دورمنت، الهايبوثالاميك بيتيوتري جونادال اكسس دورمنت. طيب الاكتيفيتي تبدا تبقى امتى بقى؟ الاكتيفيتي بتاعته، الاكتيفيتي بتاعت الهايبوثالاميك والبيتيوتري دول ماشي طول الفتره اللي هي بتاعه تشايلد هود، هي سبريزد بنيورال باس واي ان ايدنتيفايد، احنا ما حدش فينا عارفه لحد دلوقتي، سبحان الله من عند ربنا احنا حتى الان مش عارفين ايه الباس واي والنيورال باس واي اللي عامل له سبريشن طول الفتره دي. طيب في البري بيوبرتال ستيج زي ما اتفقنا الثلاث سنين اللي هم قبل البيوبرتي، بدانا نلاحظ ان بدا يبقى فيه لو ليفلز بتبدا تطلع من ال ال اتش هرمون او اليوتينايزنج هرمون، وتظهر اكتر ديورنج السليب، وما بتطلع اصلا بتبقى طالعه في صوره بالساتايل مانر، يعني مش طالعه انها كونتينوس، مش طول ما انا نايم طول ما ال ال اتش بيطلع عند الطفل ده، لا ده بتطلع في صوره بالسز، نبضات كده بتزيد. طيب مع الجروث بتاع الطفل، مع كل ما الطفل بيكبر في السن كل ما البالساتايل دي تبدا تكتر اكتر، وال ال اتش يبدا يزيد، والليفلز بتاعته بتبدا ايه؟ بتبدا تعلى. طيب تمام، يبقى انا دلوقتي اللي حصل عندي ان ايه؟ ان بمجرد الثلاث سنين اللي هي كبريباريشن قبل ما تظهر على الطفل البيوبرتي، بدا يطلع كميه من ال ال اتش، تطلع في الغالب نوكتيورنال بالليل وبتطلع في صوره بالساتايل. كل ده معناه ان بدا الاكسس الهايبوثالاميك جونادل اكسس وريليزنج هرمون بيبدا يطلع منين؟ من الهايبوثالاموس. النوكتورنال ليفلز بتاعت ال ال اتش دي تبدا بروجريسيفلي بالتدريج كده تزيد طول فتره الايه؟ طول ما البيبرتي شغال. طيب البالساتايل سيكريشن دي هتعمل ايه؟ كل ما بتطلع كبالسز اللي هي زخات بسيطه او نبضات بسيطه بتطلع، بتعمل خلي التستيس تكبر، ماشي، تبدا التستس تكبر ويحصل لها ماتوريشن، سواء تستس او اوفرز كسايز يبدا ايه تكبر ويحصل لها ماتوريشن، خلاص، وتطلع لي شويه من السكس هرمونز، ماشي. طب السكس هرمونز اما هيطلع بقى سواء التستوستيرون او هيطلع لي الاستروجين، ماشي، دول هيعملوا ايه؟ هيظهروا لي السكندري سيكشوال كاركتر اللي هي موجوده، ماشي. ايه السكندري سيكشوال كاركتر في الميلز؟ مثلا هتلاقي الاكني، هتلاقي الماوث تاش، هتلاقي الهيرز اللي بتبدا تظهر، البيوبيك هير، الادرينال، طب والهورسنس بتاعت الفويس، الماسكولينايزيشن بتلاقيه موجود. طب بالنسبه للفيميل سكندري سيكشوال كاركتر هتلاقيها ايه؟ الفيمينايزيشن بتاع الايه بتاع البادي، ماشي، يبدا البادي يحصل له فيمينايزيشن، تبدا تلاقي اللي هي الايه
الهاي بيتش فويس اللي انت تلاقيه الصوت بدأ يبقى اهدى شويه، ماشي. تبدأ تلاقي اللي هي الايه اللي بيبدأ يحصل ده سيكشوال ديزاير، الليبيدو يبدأ يزيد، كل العلامات دي مع السكندري سيكشوال كاركتر اللي هتبدأ تظهر نتيجه بس ان ال اتش بدأ يعلى كمان والاستروجين بدأ يزيد، ده في نفس الكلام، او التستوستيرون بدأ يزيد بالنسبه للميل. طيب في الميدل بتاع البيوبرتي بقى، في منتصف البيوبرتي ميدل اور ليت بتاع البيوبرتي والادوليسنس، خلاص الليفلز بدات تعلى جدا، لبدات لدرجه ان بدا يبقى فيها سايكلينج ويحصل اوفيوليشن. خلاص انا كده منطقه قرب الليت بتاع الادوليسنس، خلاص احنا اقتربنا من الادوليسنس اللي هي البلوغ التام، ماشي. وفي منتصف البيوبرتي تبدا بقى ان ال ال اتش ليفلز بتاعته تبدا تعلى، وبمجرد ما ال ال اتش ليفل بتاعه بتعلى، سبحان الله بيحصل حاجه. المفروض ان اي حاجه بتعلى بتعمل لك نيجاتيف فيدباك. انا ال ال اتش الهرمون المعروف عندنا ان الهرمون مجرد ما تعلى تعمل نيجاتيف فيدباك وتقلل بقى الافراز، لا، في حكايه في ال ال اتش بالذات بمجرد ما بيعلى بيبدا يرفع معدل الاستروجين، الاستروجين لما يعلى يعمل بوزيتيف فيدباك يطلع لي ال اتش بزياده، وال ال اتش يحفز خروج بقى الاف اس اتش، اللي بمجرد ما السايكل بقى بتاعت الاف اس اتش هو وال اتش بداوا الاثنين يتفرزوا يحصل سايكلينج، وبالتالي تبدا يحصل الاوفيوليشن، وبالتالي يحصل المينارك في الفيميل. خلاص طيب خدوا بالكم ان في نقط مهمه عشان دي بنجيبها ام سي كيو، ان الاستروجين مين اللي هيأثر لي على الجروث والنمو بتاع البون اكتر، استروجين ولا اندروجين اللي هو التستوستيرون؟ لا، ده الاستروجين. الاستروجين اكتر من الاندروجين بتاثيره على الايه، على البون ايجنج والبون ماتوريشن، ماشي، والابيفيس والفيوجن بتاعت البون. لذلك البنات بيحصل لها البيوبرتي بتبقى بدري شويه، الابيفيزيال كلوجر وان العظم يقفل وكده بيبقى بدري شويه، لذلك الايه الفاينل هايت الطول النهائي بيبقى للميلز اكتر شويه من الفيميل، ماشي. طيب بيبقى انا عندي الاستروجين هو المتحكم الرئيسي او هو الاهم او هو اللي له الابر هاند انه يتحكم في البون ماتوريشن. طيب الاستروجين ده بيبقى ميديت، هو اللي بيسهل حدوث الجروث هرمون الايه السكريشن. ليه بقى؟ لان الاستروجين بيبقى ميديشن في السكريشن بتاع الجروس هرمون، ماشي، وبالتالي هو ده اللي مسؤول عن ان يحصل البيبرتال سبيرت او طفره البلوغ اللي بتحصل. في الجينيتك فاكتورز والانفايرومنتال فاكتورز طبعا هتاثر معاك جدا على الانست بتاعت البيبرتي. احنا متفقين ان في الغالب اغلب الايه اغلب العلامات هتيجي عند الفيميل 11 سنه، عند الميل 12 سنه، ده الايه ده المتعارف عليه او السن اليوجوال بتاع الايه بتاع البيبرتي. طيب لا، في علامات ثانيه ممكن تاثر، علامات زي ايه؟ لسه متفقين ممكن يبقى فيه جينيتك فاكتورز، ماشي. طيب معروف ان زي الكونستيتيوشنال ديلي، طيب او انفايرومنتال فاكتور زي ايه؟ البنات اللي هم بيعملوا سترونج وفيجورس وستيرينوس فيزيكال اكتيفيتيز، زي بيلعبوا رياضه شديده قوي قوي قوي، البنات دي بتقل عندها المعدل شويه بتاع البيوبرتي وتتاخر عندها البيوبرتي، بتاثر عليها وتعمل ديليت في البيوبرتي وديليت في المينوركي. خدوا بالكم ان الانرجي نفسها والبالانس بتاع الانرجي نفسه هو اللي بيكون ريليتد للاكتيفيتي بتاع الجي ان اتش ار اتش او الجونادوتروبين ريليزنج هرمون بالس، سواء جنريتور، ماشي، ليها علاقه بالهرمونز اللي بتطلع من الاديبوسايت اللي هو زي مثلا هرمون الليكتين. الهرمون ده لما بيطلع من الاديبوسايت هو نفسه بيأثر على الديجري بتاعت البالسيشن بتاعت الجي ان اتش ار اتش هرمون كبالسز اللي بتطلع من ايه؟ من الهايبوثالامس. وبالتالي البنات اللي بيعملوا اكتيفيتيز كتيره قوي قوي، ماشي، ممكن يبقى عندها المعدل بتاعت الهرمونز اللي بتطلع دي بتكون ايه؟ تأثر على الليفل بتاع السكريشن بتاع الجي ان اتش ار اتش بسبب سيفير انرجي بقى اكسبندكتشر اللي هي والفيجورس اكسرسايز، وبالتالي تبدا تاثر على الافراز والبلسز بتاعه الهرمون دي. فالبدايه اصلا اللي من عند الهايبوثالاموس هي اتاخرت عند البنت دي عشان الفيجورس اكسرسايز والستيرينوس اكسرسايز اللي هي ماشيه عليه. طب تعالى ما نتكلم بقى على الانست اوف بيبرتي شويه. قلنا ان هي كل البدايه بتكون كنترولد بالايه؟ بالليتينايزنج هرمون او ال ال اتش هرمون، اللي هو بيحصل له سيكريشن بدايه افرازه سنه لثلاث سنين قبل الوقت المفروض ان يحصل فيه البيبرتي. بدايته كانت عباره عن انه نوكتيورنال بالسز، ما هي الا نفضات كده ونبضات بالليل بتطلع، والنبضات دي بتكون بالليل ليلا بس، وتطلع جراديولي تبدا تزيد بالتدريج، ماشي. بمجرد ما بتطلع ال ال اتش بمجرد ما بيطلع يروح على الجونادز، الجونادز يخليها انلارجد في السايز وتبدا تطلع لي السكس هرمونز اللي هي سواء الاستروجين في الفيميل او التستوستيرون في الميل. طيب تعمل لي ايه بقى في الفيميل؟ تعالوا ما نشوف بيوبرتي في الجيرل.
تظهر لي secondary sexual character في الجيرلز، خلاص إيه أول ساين هتبدأ تظهر في الجيرلز؟ ماشي، ودي نقطة دايما بنجيبها كام سي كيو، بجيبها كصح وغلط. ايه هي الايرلي ساين او الفيرست ساين بتاعت البيوبرتي بالنسبة للجيرلز؟ هتبقى ايه؟ ظهور البريست بود. اول حاجة البريست انلارج شوية ويظهر البريست بود، في الغالب اليوجوال ايدج بتاعه بيبقى من 10 ل 11 سنة. تمام، يبقى انا دلوقتي اول ساين للبيوبرتي في الفيميل هي البريست بود، ماشي، وده بيظهر عند 10 لايه ل 11 سنه. بعد كده بعديها بحوالي 6 شهور، ماشي، في خلال 6 شهور سنه ماكسيموم هتبدا يظهر كمان عندك البيوبيك هير، ماشي. طيب ثم بعديها كانترفال المفروض ان هي في خلال سنتين، ماشي، من ظهور البريست بود، ماشي، من سنتين لسنتين ونص، وده اليوجوال بالنسبه لاغلب الناس، سنتين سنتين ونص يحصل المينوركي، خلاص. لكن في بعض الفيميل بتتاخر ما بين الفيرست ساين اللي هي ظهرت بتاعت البيوبرتي اللي هي البريست بود لحد ما يحصل المينوركي، ما يقرب من 6 سنين، ماشي، ده الماكسيموم ايج اللي ممكن نلاقيه. طيب طول ما الهرمونز، واحنا متفقين ان الاستروجين هو اللي بيطلع بيعمل ده كله، ماشي، لحد ما يوصل لليفل معين تبدا كمان يطلع بروجستيرون فيعمل لي سايكلينج وبالتالي يحصل اوفيوليشن، مجرد ما حصل اوفيوليشن تظهر لي المينوركي. طب خدوا بالكم ان انا عندي بقى الطول، طول الفتره دي ما انا عندي استروجين عالي، يبقى البون هيكبر جامد جدا ويحصل له الجروث سبورت، وهلاقي ان بدات تظهر عنده الطول، تلاقي البنات دي بدات تطول في فتره البيوبرتي قوي، بنات او ولاد بداوا وقت البيوبرتي يحصل الجروث سبورت، ماشي، وتجيب فيلوستي، الجروث فيلوستي بتاعها يبقى عالي جدا. خدوا بالكم ان البيك بتاعها دايما، البيك بتاع الجروس فيلوسيتي اما بيبقى البريست بتاعها انلارجد وصل لمرحله 2 ل 3. يعني ايه 2 ل 3 دي بقى يا دكتوره؟ احنا عندنا ستيجنج للبيوبرتي، البيوبرتي ليها ستيجنج، الستيجنج دي اسمها التانر ستيجنج، سواء كانت فيميل او ميل ليها تانر ستيج، ماشي، كل شكل معين وكل مرحله معينه عليها ساين من الساينز بتاعت البيوبرتي بقول له ده في ستيج كذا، ده دلوقتي البريست في ستيج 2، ده دلوقتي الايه البيوبيك هير في ستيج 3 مثلا. وقت ما البريست عند الفيميل بيكون ستيج 2 ل 3 اللي هو تقريبا عند 11 ل 12 سنه، يبقى دي اقصى طول البنت بتجيبه، البيك بتاع الهايت فيلوستي اقصى طول هي بتجيبه، اقصى معدل زياده في الطول في المرحله دي. طب تعالوا اقول لكم يعني ايه التانر ده بقى. شوفوا اهدي التانر بقى اللي احنا بنمشي عليه، وبقدر احدد مثلا في الفيميل في 2 بارامتر باخد عليهم التانر، ماشي، التانر ستيجنج، ودي الستيج اللي بقول هي في انهي مرحله من مراحل البيوبرتي، ماشي. الفيميل بنعتد بالبريست، ماشي، تاني حاجه البيوبيك هير. المرحله اللي هي بي 1 اللي هي ايه، اللي هو التانر 1 او البيوبرتي 1 في الستيج الاولاني، ودي البري بيوبرتال اللي انت شايفها هنا دلوقتي، دي الساين قدامك طفل ما فيهوش اي ساين لبيوبرتي خالص، دي بي 1 بري بيوبرتال، ما فيش بريست ما فيش بيوبيك هير. بي 2 ودي بدا يبقى ايرلي ديفلوب للبريست، بض بسيط جدا جدا، مجرد ان انت تحس ان في زي ديسك بسيط قوي وبض بسيط قوي، سب اريلر تحت الاريلر بدا يبقى فيها بروجكشن بسيط، وسب اريلر بقى فيه بريست بض بسيط جدا جدا هو اللي موجود، وتايني وخفيف وسبارز كده بيوبيك هير هم اللي يبقوا موجودين، دي كده ستيج 2. ستيج 3 بدا يزيد شويه البريست معاك، وبدا يبقى بالبابل انت حاسه، ويبقى لو حتى ممكن يبقى ايه ديمونستريتد باين والاس باين بالنسبه لو اي حد اي حد شايفه يعني بالنسبه من فوق الهدوم او كده بدا يبان، يبقى دي بالنسبه لك بريست بول دي بدا يزيد كمان يكبر، ماشي. زائد ان البيوبيك هير في ستيج 3 دي سواء ميل او فيميل، ستيج 3 معناه ان البيوبيك هير بدا يبقى اكتر شويه، وبدا يبقى كويلد، الهير يبقى دارك وبلاك قوي قوي، وبدا يبقى كويلد كمان. طيب ستيج 4، لا ستيج 4 اللي هي اقل من البيوبرت، اقل من البيوبرتال ستيج، ماشي، اللي هو السايز بتاع البريست بدا يكتر، ماشي، ويبقى اكبر ولكنه لسه ما وصلش للفول بيوبرتال، ايه الفول بيوبرتال سايز. في نفس الوقت البيوبيك هير بدا يبقى اكتر، والبيوبيك هير في الفيميل بيبقى واخد تراينجل، البيز بتاعته ابر والايه والابكس بتاعته هي الدو. اما تيجي ستيج 5 ده انت عندك بقى البريست في الفيميل بدا يبقى ادلت، ماشي، والبيوبيك هير في الفيميل وصل كمان للانترنال ساي، يعني وصل للساي كمان، يعني مش المنطقه اللي هي بتاع الجروين بس او المنطقه اللي هي بتاعت ايه اللي هي الجروين والسيمفيسيس بيوبس اونلي، لا ده وصل كمان للايه للابر بتاع الثاي. يبقى دي بالنسبه للتانر ستيجنج بالنسبه للفيميل، خلاص اوكي. طيب تعالوا ما نقارن ده بقى في النسبه للبويز.
اول ساين للبيوبرتي اللي هتظهر في البويز هي ايه؟ احنا اتفقنا ان اول ساين في الفيميل هي عباره انها بريست بود. طب الفيرست ساين في الميل از تستيكولار انلارجمنت، تبدا التستيس اللي كانت صغنونه قوي قوي بحجمها صغير تبدا يحصل فيها تستيكولار انلارجمنت. وبالتالي كتير امهات تيجي تقول لي ان انا ابني ده ما عندوش، ما حصلش فيه بيوبرتي وما حصلش والكلام ده كله. احنا اول ساين ببص عليها هي ايه؟ ما هي بتبقى جايه متخيله ان انا الفيرست ساين بتاع هو الماستاش والبيرد والدقن وصوته مش خشن ومع الكلام ده، دي من الساينز، لا ده دي سب سيكونت. لكن الفيرست ساين عندي هي الايه؟ تستيكولار انلارجمنت. تستيكولار انلارجمنت اه طبيعي ان الفوليوم بتاعت التستيس في بري بيوبرتال فوليوم للتستيس اللي هي فوليوم بتاعها اللي هي حوالي 1 2 3 مللي كفوليوم، ماشي. طيب الديامتر لما باجي اقيسها بنلاقيها اقل من 2 سم كديامتر. امال بقى ايه اللي بيحصل في النسبه لحالات الايه وقت البيوبرتي؟ وقت البيوبرتي هتلاقيها زادت عن 4، اكتر من 4 انت خلاص دخلت في مرحله البديل ستيج اللي بعديها اللي هي البيوبرتال ستيج. خلاص بعد كده يبدا يظهر بقى ان السكروتوم يبقى ثن، بدا يبقى ارفع، بدا السكروتوم حجمه يزيد، بدا كمان الداركنس يزيد اللي هو موجود يبقى بيجمنتد اكتر، ماشي. حجم البينس كلينس وكويدز يبدا يزيد شويه وتظهر البيوبيك هير، يبقى انا بقيس بحجم التستيس وبقيس بالبيوبيك هير. بعد كده تظهر الاكزيلري هير، ماشي. انلايك الجيرلز بقى عكس، مش زي الجيرلز ان الجروث بتاعه بيجن في افتر بيوبرتي، يعني الميل البنات بتبدا شويه نحس ان بدات طولها يزيد وتبدا ايه تظهر عليه شويه في فيمينين مانيفستيشن قبل البيوبرتي بشويه، لكن الميل بعد ما بدات تظهر عليه علامات البيوبرتي هتحس ان بدا شويه الجروس بدا يبقى اكسلريتد، بس بعد ما بدات تظهر العلامات دي ونلاقي بدل ما انا كنت البيك بتاع الجروس فيلوسيتي عند بريست ستيج 2 ل 3، لا ده هنا عند ستيج 4 ل 5، ماشي. يعني بدي الولاد بيتنهم يطولوا بعد البنات بفتره شويه كمان، وفي ستيجز متاخره كمان، ماشي، عشان يجيبوا اعلى طول اللي هو في ستيج 4 ل 5 اللي تيبيكالي عند 13 14 سنه، والجروس في السبيرت بتاعتهم اللي طفره البلوغ اللي بتحصل للولاد تحصل سنتين اتنين متاخر عن البنات، يعني سنتين اتنين بعد السن اللي كانت البنت هتحصل فيه. وبالتالي لو انا عندي مثلا وليكن ولد وبنت اتنين اخوات والاتنين توأم مثلا، هتلاحظ ان البنت بلغت بدري قبل الولد مثلا وليكن بسنتين، الطول بتاعه جابت الطول اللي هي ايه الطول بتاعها وقفت، بينما الولد تنى سنتين بعديها ايه بعديها يجيب طول، ماشي. وان سنتين اتنين ليتر عن الجيرلز كمان ممكن يستمر الطول بتاع الطفل ممكن يوصل لحد 18 سنه كمان. ده الاوركايدوميتر، ده جهاز او اله احنا بنيجي مجرد انها زي السبحه، ماشي، حاطه لي التستيكولار فوليوم. الاوركايدوميتر دي اللون، كل لون في ستيجنج معينه من الستيج اللي هي بتاعه البلوغ. اللون الاصفر ده بيكون الستيج اللي هو بري بيوبرتال، ده قبل البلوغ اصلا، هي ستيج 1 2 3 تبدا من عند 4، دي اللي هي البيوبرتال ستيج، دي مرحله البلوغ. 4 5 فوليوم بتاعها 4 5 6 7 8 12 لحد ما بتوصل ده الادلت اللي هي الستيج الحمراء دي، وبالتالي دي الادلت سايز بتاعت التستيس اللي الماكسيمم بتاعها بيكون 25 فوليوم بتاع التستيس الواحده بتكون حوالي 25، وبنجيبها وبنقارنها كده بالايه بالحجم بتاع التستيس. دي من ضمن الالات اللي انا بستخدمها بقى ككلينيكال عشان افحص التستيس واحدد الفوليوم بتاعها قد ايه. التنر ستيجنج زي ما احنا عملناه في الفيميل هنعمله في الميل، ماشي، بعتد بيه بنقطتين، حجم التستيس، ثاني حاجه البيوبك هير اللي بيكون موجود. ستيج بي واحد اللي هي البيوبرتي واحد دي، ودي في الميل زي في الفيميل بالظبط، وفي المرحله دي مجرد تستيكولار فوليوم طبعا اقل من 4، صغير خالص حوالي 2.5 تقريبا، ماشي، وما فيش اي بيوبك هير، دي اللي هي البيوبري بيوبرتال ستيج بنقول حوالي ايه 3، دي التستيكولار فوليوم حوالي 3 والسايز بيكون 2.5 او اقل يعني. طيب تعال نقول بالنسبه لستيج 2، ستيج 2 بدا يبقى فيه سبارز من ايه من هير بسيط خالص دارك هير، بس طالما انت دخلت في الستيج بقى بتاعت اول ستيج في البيوبرتي هتلاقي الفوليوم 4 او فيما فوق، خلاص الفوليوم هيبدا يبقى 4 فيما فوق. طب ستيج 3 اللي احنا متفقين ان 3 دي لازم هيبقى الهير بدا يبقى فيها ايه بيبك هير يكتر شويه اكتر، وبدا يبقى كويلد ويبقى مور دارك، ماشي، وبدا التستيكولار فوليوم تعلى معاك اكتر كمان، ماشي، واللينس بتاعها بدا يزيد يوصل من 3 و 3.5 لحوالي 4 سنتي كلينس بتاعت التستيس. طب ستيج 4 لا ده بدا كمان يحصل السكروتم يبقى تن، التستيس تكبر اكتر ممكن توصل لحد 16 كفوليوم.
ماشي، والكسايز بتاعها هيبقى حوالي 4.5 سم، اللينس بتاعها هيبقى حوالي 4.5 سم. البيوبيك هير ده يبدأ يكتر اكتر لكنه لسه ما وصلش زي الايه، زي البيوبيك هير بتاع الادلت. ماشي، بنلاقي ان هو زي التراينجل، لكن التراينجل بتاعه عكس التراينجل بتاع الفيميل، ده تراينجل الايبكس بتاعه توارد الامبلايكس والبيز توارد الثاي. ماشي، اللي بالنسبه لستيج 5 ودي الادلت بقى خلاص، انت ممكن التستيكولار فوليوم توصل لحد 25 كفوليوم، والسايز بتاعها هيبقى اكتر من 4.5 كلينس، طولها هيبقى اكتر من 4.5 لو انت بمزوره او استهكى طول لاكتر من 4.5، والبيوبيك هير بدا يبقى كتير جدا في الوقت ده، وصل لمين؟ للساي بقى كمان، للانترنال سايز او الانترنال اوف ذا ساي، وساعتها بيبقى خلاص بدا يحصل سبرماتوجينيسيس وبقى ايبل فور ريبرودكتور. امال انت كل شويه تقولي لي جروس سبيرت جروس سبيرت، طفره بلوغ اللي بتحصل بالنسبه للميل وللفيميل. متوقع ان ايه، ان الجروس سبيرت بتحصل عند ستيج 3 ل 4 في الميل، زي ما احنا بنقول طفره البلو دي عند ستيج 3 ل 4 ماشي في الميل، بينما في الفيميل بتحصل الايه عند ستيج 2 ل 3 خلاص. طيب بالنسبه في الجيرلز بقى، بالنسبه في الجيرلز وفي البويز، تعالى ما نشوف في البويز عشان تعرفوا الجروس سبيرت يعني ايه وطفره بلوغ يعني ايه والطول بتاعه بيزيد ازاي. ان في بالنسبه للميلز كان الجروس فيلوسيتي بمعدل في المرحله اللي قبل البيوبرتي، قبل ما الطفل يبلغ تماما، هو لسه تشايلد هود، الطفل ده ممكن طول السنه يجيب حوالي 3.5 سم، يبقى طول السنه ما بيزيدش اكتر من 3.5 سم. طيب دي تزيد لحد ان يجيب من 5 ل 7 سم في السنه الاولانيه بتاعت البلوغ، يعني تخيل الضعف، انت كنت بتجيب 3.5 سم طول السنه، جينا وقت البلوغ، وقت البلوغ في اول سنه بس، اول سنة من سنين البلوغ ماشي. طيب ايه اللي حصل فيها؟ بدات اللي احنا بتبقى ستيج 2 ل 3 تقريبا، هتلاقي ان الطفل ده ممكن يجيب من 5 ل 7 سنتي في السنه كلها ماشي. طب جيب بعد كده السنه اللي بعديها السكند يير بقى، اللي هي ستيج 3 ل 4 اللي بنقول ان هي اقصى فتره فيها الجروز فيلوستي ونمو الطفل بدا يبقى فيها عالي قوي، ممكن يجيب 9 سنتي طول السنه، يعني 3 أضعاف الطبيعي اللي هو كان بيجيبه، يبقى لما كان بيجيب 3 بقى يجيب 9 سنتي طول السنة، خلاص؟ طيب ده بالنسبة للميل. طب بالنسبة للفيميل دايماً أقل شوية، ماشي؟ إن الفيميل الجروس فيلوسيتي بتاعها بيكون يحصل قبل البيوبرتي شوية، تبدأ تزيد قبل الإيه؟ قبل ما تظهر عليه علامات البيوبرتي، والجروس فيلوسيتي بتاعها كان في اول سنه، احنا كنا بنقول هنا في اول سنه ممكن يوصل لحد 7 سم، لان الماكسيمم بالنسبه للفيميل في اول سنه يوصل ل 6 سم، تيجي على السنه الثانيه كان هنا بيوصل ل 9، هنا توصل ل 8 سم، يعني الفيميل اقل درجه في كل حاجه، والبلوغ عندها بدات الجروس سبيرت تبدا سنه قبل البيوبرتي. طيب ايه الفيزيكال تشينجز كشكلا بقى اللي بدات تحصل كمان، ان ايه، ان البيوبرتي زي ما اتفقنا بدات تظهر، تخلي الطفل ده بيباص معايا من ستيج من بي 1 لحد البي 5 زي ما احنا ديسكرايب قبل كده بالايه، بالمارشال وتانر ستيجنج دول ماشي. البوست 6 هتبدا تظهر عليهم التشينجز مش سواء سيكندري سيكشوال كاركتر اللي بدات تظهر، او كمان تشينجز بدات تحصل في الجينيتاليا ماشي، والسيكشوال هير اللي هيبدا يظهر خلاص. دي كفيزيكال، انا بتكلم على الشكل الخارجي من بره خلاص. السكندري سيكشوال كاركتر متوقع ان كلها بتيجي عند الجيرلز من عمر 10 سنين ونص تقريبا، وعند البويز من عمر ايه 11 سنه ونص ل 12 سنه، ده دي البدايه بتاعه الايه السكندري سيكشوال كاركتر. كده احنا عرفنا البلوغ وحصل ازاي وايه السبب بتاعه وايه الاعراض بتاعته اللي بتحصل وايه الفسيولوجي اللي حصلت فيه. طيب التشينجز اللي حصلت قلنا ان بدا يحصل جروث فين في الاستيتشون، بدا يزيد ماشي، بدا يحصل ديفلوب للسكندري سيكشوال كاركتر، تشينجز في البادي كومبوزيشن، بعد كده بدا يحصل اتشيفمنت للفيرتيليتي خلاص، الطفل ده بقى ايبل فور فيرتايل وريبرودكشن ماشي. التشينج بقى بدات تحصل في موست بودي سيستمز، معظم البودي سيستمز، السنترال الكارديو فاسكولار سيستم، البون ايجنج يحصل من رولايزيشن، الاندوكراين اكسس كله بدا يتحسن عند الطفل ده، دي التشينجز اللي حصلت. طيب انا عايزه اعرف ان لو حصل خلل في المنظومه دي ايه اللي متوقع يحصل؟ هي خلل في البيوبرتي معناها ان اما البيوبرتي حصل قبل ميعاده، قبل الايدج اللي حضرتك قلت لنا عليه ده، او ديليت في البيوبرتي اتاخر عن الميعاد بتاعه. طيب نمسكهم واحده واحده كده.
نتكلم دلوقتي ان انا حصل عندي ايه ديس اوردر بتاع بيوبرتي، ديليد بيوبرتي. اول حاجه ديليد، ديليد بيوبرتي يعني اتاخر لحد سن قد ايه؟ يعني السكندري سيكشوال كاركتر، كل السيكشوال كاركتر دي ماشي، والفيزيكال ساين بتاعت السيكشوال ماتيوريتي والاعراض بتاعت الايه البيوبرتي دي كلها دونت ابير، ما ظهرتش لحد سن 12 سنه في الجيرلز و14 سنه في البويز. انا وصلت لحد 12 سنه في الجيرلز ماشي و14 سنه بويز وما ظهرتش السكندري سيكشوال كاركتر، ما ظهرتش اي سيكشوال كاركتر على الطفل ده خالص، يبقى ده عنده ديليد بيوبرتي. تمام، يبقى ديليد بيوبرتي معناها 12 سنه جيرلز 14 سنه بويز بدون اي ساين بيوبرتي. تمام، طب امال بريكوشس بيوبرتي يعني بلوغ مبكر قبل ميعاده؟ الكل اتفق ان الفيميل تظهر عليها علامات البيوبرتي قبل 8 سنين والميل قبل 9. خلاص، يبقى ظهور سكندري سيكشوال كاركتر في فيميل قبل 8 ماشي وفي ميل قبل 9، يبقى ده معناها ان الطفل ده عنده بلوغ مبكر قبل ميعاده. طيب الديليت يبقى 12 سنه في الفيميل، طب 14 سنه في الميل، خلاص بدون اي سكندري سيكشوال كاركتر. طيب تعالوا ما نتكلم دلوقتي، هنستفيد شويه في الحته بتاعت البريكوشس بيوبرتي، لان منها انواع وناس كتير بتنخدع فيها وناس كتير يجوا يكشفوا يقول لك انا شايف علامات بلوغ بدات تظهر. بأول دلوقتي انا طفل اي بنت جايه لي بساين البيوبرتي بعد 8 سنين دي نورمال، تمام، لان المتعارف عليه ان قبل 8 انت كده في بلوغ مبكر، بعد 8 ده البلوغ في العادي بتاعه. طب الميل نفس الكلام، قبل 9 ده بلوغ مبكر، بعد 9 ده البلوغ العادي. طيب عشان نفكر مع بعض واحنا عرفنا ازاي حصل البيوبرتي، يبقى ان يحصل بلوغ قبل ميعاده ماشي، يبقى معناها اما ان الاكسس السنتر اشتغل بدري ماشي، ودي بنسميها سنترال بريكوشس بيوبرتي، ده السنتر نفسه هو اللي اشتغل بدري، خلاص يبقى دي سنترال بريكوشس بيوبرتي. طيب او ممكن يكون لا قدر الله الطفل ده عنده اي مكان في جسمه بيطلع الهرمونز بتاعه الايه، يعني الاكسس لسه دورمان ساكن زي ما هو، ولكن حصل مكان في الجسم بدا يطلع هرمونات الذكوره او هرمونات الانوثه بدري، وبالتالي اللي حصل ان الطفل ده ايه حصل له ايه، الطفل ده بدات تظهر عنده علامات البلوغ بدري، يبقى دي بنسميها بريفرال بريكوشس بيبرتي. يبقى بريفرال يبقى في السكس هرمونز بتطلع ولكن مش من السنتر ماشي. طيب او ممكن انكمبليت، بدات تظهر بعض العلامات ووقفت على كده وما كملتش اصلا، انكمبليت بريكوشس بيبرتي. طب تعال نقول سنترال، سنترال يعني انت عندك الهايبوثالاميك اكسس اشتغل بدري ماشي، الهايبوثالاميك اكسس ده بدا يشتغل بدري خلاص، وبدا يطلع لك بقى ال اتش ونفس السيكو اللي حصل بس حصل البدري، ودي ممكن السنترال بريكوشس بيبرتي نشوفها مع بعض الاطفال اللي هم كان جالهم اي برين النس زي برين تيومر، تيومر في الهايبوثالاموس، انفكشن في البرين ماشي. طيب بعض الجيرلز بعض البنات بيحصل عندهم سنترال بريكوشس بيبرتي كومان في الفيميل عن الميل ماشي، ودي بقى ايديوباثيك وزاوت ايه ايديوباثيك وزود كوز، ما فيش اي سبب معروف. تمام، يبقى دي ممكن يبقى السبب برين تيومر، ممكن يبقى السبب انفكشن او سي ان اس انفكشن، انفكشن حصل في الهايبوثالاموس ماشي، انفكشن في البرين خلاص، وممكن يبقى ايديوباثيك او انون ايتيولوجي وخصوصا في الفيميل. امال البريفرال بقى يا فندم، البريفرال ده معناها ان انت عندك الهرمونز بتاع السكس هرمونز بدات تطلع بس من غير ما الاف اس اتش والال اتش يطلع خلاص، ودي بتظهر من الايم في الغالب موستلي بتبقى يا اما الاوفريز يا اما التستيس وساعات الادرينال جلاند خلاص. يعني لو عنده وليكن ادرينال تيومر، اوفيريان تيومر ماشي، تيستيكولار تيومر، يبدا يطلع تستيستيرون، يبدا التيومر ده يطلع لي استروجين ماشي، وبالتالي تبدا تظهر السكندري سيكشوال كاركتر بدري. كانت معانا طفله جايه عندها سنه، جت الام تشتكي ان بدا يبقى فيها بريست ماشي، سنه بدا يبقى فيها بريست، وجت مره مينارك جالها المينارك وهي عندها سنه خلاص. طيب قسنا الاف اس اتش لقيناه كويس، ال ال اتش لقيناه كويس خلاص، البري بيوبرتال يعني مش انديتكتابل خلاص، بنقيس الاستروجين لقيناه عالي جدا جدا، عملنا ام ار اي على الابدومن وعملنا سي تي ابدومن ويز كونتراست لقينا في اوفريان تيومر ماشي، شلنا الاوفرز حصل بقى ان البنت خلاص كل حاجه وقفت، كل حاجه رجعت للطبيعي بتاعها والبنت خلاص هي دلوقتي بقى عندها اوفري واحد ماشي، اوفري واحد عملنا لها فولو اب بعد كده
خوفا من ان يحصل ايه، ما يبقاش التيومر اتشال بالكامل والطفله كويسه جدا بعد كده. يبقى ده بالنسبه لنا كبريفرال بريكوشس بيوبرتي. امال ايه الانكمبليت؟ انكمبليت جاست ا فيو ساينز اللي ظهرت ايرلي في البيوبرتي، زي مثلا يظهر حاجه اسمها البريست يزيد، ماشي، زي يظهر شويه بيوبيك هير خلاص ويقف على كده بدون اي ظهور اي اعراض تانية. ايرلي بودي هير كان بير من ادرينال جلاند مثلا، اكسترا اندرو شويه اندروجينز زياده بدا يزيد وخلاص وتقف على كده وتبقى اسمها ايه، لذلك بنسميها انكمبليت. نقيس له الهرمون في الوقت ده، نقيس للطفل ده هرمون الاقيها سليمه، اعمل له ابدومينال الترا ساوند، اعمل له كل الانفستيجيشن تلاقيها كلها نورمال، فبعمل فولو اب بلاقي مفيش اي ساين ثانيه بدات تبان، يبقى دي انكمبليت بريكوشس بيبرتي. في شويه ترمات كده احنا محتاجين احنا نعرفها عشان لو ايه مرت علينا او لو جت في ايه ترو اور فولس او ام سي كيو، ماشي. تي لارك، تي لارك ده اللي هو الايه البريست انلارجمنت، انلارجمنت للفيميل بريست، وبالتالي انا بقول ان هي البنت عندها بري ماتيور تي لارك، يعني في بريماتيور بدري حصل انلارجمنت للبريست. طيب بيو بارك اللي هو الايه الاندروجينيك ايه هير اللي هو الشعر اللي هو بتاع البيوبرتي، ماشي، سواء في بيوبيك او اكزيلري، دي بيو بارك. طب اقول انه عنده بريماتيور بيو بارك، يبقى ده بريماتيور بيو بارك، بريماتيور ابييرنس للبيوبيك ايه هير. ادرينارك دي الانسط بتاع الاندروجين، من الاندروجين ديبندنت على البودي تشينجز زي البيوبيك هير والاودر والاكنز، الحاجات دي كلها دي اللي هي الايه اللي هي اللي بدات حاجه اسمها ادرينارك. ادرينارك يا بدا ممكن الادرينارك برضو ينطبق عليها اقرب للايه للبيوبارك، ان هي الحاجات اللي فيها، بس هي معنى اشمل شويه ان مش هير بس، لكن هير مع تشينجز في الايه في الاكني مع الاودر بتاعت اللي هي السويت اودر، ماشي، كل دي بدي تبع الادرينارك كلها اندر كنترول باي اندروجين، اما البيوبارك الهير بس خلاص. امال المينارك او المينركاي ودي الانسيت بتاعت الايه المنستريشن في الفيميل. بريماتيور تي لارك يعني بريماتيور انلارجمنت للبريست بتاع الفيميل خلاص، ودي مثلا ممكن يبقى يوني لاترال وممكن يبقى باي لاترال. ممكن البريست ده دايما بنشوفه في مرحلتين اثنين، يحصل التي لارك كده بشوفه مرحلتين، ممكن بيبي لسه مع الولاده وبسبب الهرمونات بتاعت الام، ماشي، فيو مانثس وعنده بتبقى ريجريس بعد فيو مانثس، وممكن تبقى بريزيستنت بعد كده. 60% من الحالات ما بين عمر الست شهور، في اول ست شهور لسنتين اثنين وتلاقيها ريجريس، وممكن تبقى تظهر تاني عند سن 4 سنين اللي هو السن بتاع تبقى فيسيولوجيكال كده، ويحصل مجرد ان ايه انلارجمنت شويه للبريست وشويه يحصل لها ريجريشن تاني، ماشي. ولو ظهرت ان انا اقول بريماتيور تي لارك ان بدا يظهر البريست بط، ماشي، ممكن تبقى دي اونلي انكمبليت وتقف على النقطه دي وما تزيدش تاني. قلنا حالتين اتنين اللي هي مع سن البيوبرتي، مع سن الايه اللي هو عند 4 سنين ومع السن اللي هو الشهور الاولانيه عند الولاده بيكون فيها تي لارك، لكن بعد كده بتبدا ان يحصل لها ريجريشن. طيب امال البريماتيور ادرينارك وده الظهور بتاع اللي هو الاندروجينيك هير او الادرينال هير، ماشي، وده دايما بيبقى الاعراض بتاعته تظهر تبقى ضيفر شويه، الابيرنس بتاعت البيوبيك هير مش نسيسر ان دي علامه من علامات البيوبرتي، وقلنا احنا عرفنا ايه الساينز الاساسيه بتاعت البيوبرتي، ماشي، وايه اول ساين بتظهر للبيوبرتي. فلو ظهر ادرينال هير وبدا يظهر البيوبيك هير تبدا تظهر، ماشي، بدون اي ساين من الساينز بتاعت البيوبرتي، انا احطها يا ترى هل دي complete ولا incomplete ولا دي premature، ماشي، premature precocious، وهل هي central ولا peripheral، ماشي، ودايما افكر ان هي central او peripheral، ان هي precocious لو في الجيرلز اقل من 8 سنين وفي البويز اقل من 9 سنين، ماشي. حدوث ان يحصل بقى الهير والاندروجين يزيد في الجسم ما هي الا ان الجي ان اتش ار اتش هرمون اللي بيطلع من الهايبوثالاموس بدا يزيد، ودي في الحالات اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت السنترال، ماشي، وبدا يعلى، بعد كده بدا يشغل الاكسس، ماشي، الاكسس لما يطلع يطلع لي هرمون اسمه الدهيه، الاسم الدهيه دون ما هو الا دي هيدرو اي بي اندروستين دايون، ماشي، دي هيدرو اي بي اندروستين دايون، والدي هيدرو اي بي اندروستين دايون سلفيت ده البرودكت بتطلع من الادرينال جلاند نفسها، ماشي. طيب البرودكت ده لما يطلع من الادرينال جلاند يعمل لك شويه البيو بارك اللي بدا يظهر ده والادرينارك او الادرينارك اللي بدا يظهر دون، طيب في المرحله دي، لكن غير كده انت هتلاقيه ان هو نورمال بالنسبه للبيوبرتال ستيج ومش هيظهر فيه اي علامات تانية.
ومجرد ان شويه هرمونز بدات تطلع من الادرينال جلاند هو ده اللي في بعض الحالات لقيناه بيفسر حدوث الادرينال هرمونز. تمام، الموضوع بالنسبه لنا بتاع البيوبرتي موضوع سهل، مش عايز اعرف فيه غير الفسيولوجي، ايه الفيرست ساين في كل حاجه، الترمات اللي احنا اتفقنا عليها. And thank you very much. ميرسي جدا، شكرا.